السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، أنتم معي في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع في ساعة. كالعادة أرحب بضيوف الكرام، معنا هذه المرة الأستاذ عقل الباهلي المحلل السياسي المعروف وضيف البرنامج الغالب، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا. معنا أيضا الأكاديمي والكاتب جريدة الجزيرة الدكتور محمد العبد اللطيف، مساك الله بالخير. مرحبا مساك الله. معنا أيضا الكاتب المعروف الأستاذ خالد السليمان الكاتب في جريدة عكاظ، مساك الله بالخير. بالخير. أخيرا معنا الأستاذ الحارث العمري، هذا الأستاذ الحارث العمري جايبينه إحنا تحديدا يعني لأنه مهتم في الشؤون المالية وبالتالي سيعلق كثيرا على القيمة المضافة وضريبة القيمة المضافة اللي سنناقشها لأنها تبدأ بعد بكرة، مساك الله بالخير. حياك الله أستاذي. أهلا بالجميع. إلى موضوعنا الأول الضريبة. بين ورش عمل توعوية وتثقيفية وتجهيزات محاسبية وتنظيمية لدى القطاع الخاص وتساؤلات متناثرة لدى الشارع حول ماهية السلع الخاضعة للضريبة، تبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية مطلع العام الميلادي الجديد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع المنشآت التي تمارس نشاطا اقتصاديا وتتجاوز إيراداتها السنوية 1,000,000 ريال سعودي، فيما بلغ عدد المنشآت التي سجلت في الموقع الإلكتروني المعتمد نحو 80,000 منشأة في ظل تلويح بمعاقبة المتلاعبين أو غير المسجلين وتحذير للمستهلكين من دفع الضريبة لمنشآت غير مسجلة. أستاذ الحارث، إحنا اليوم السبت، بعد بكرة يوم الاثنين هو المفروض اليوم المحدد لانطلاقة ضريبة القيمة المضافة. صحيح. إلى الآن في ناس متعلقين بشيء من أمل التأجيل، تأجيل الأمر، لأنه في دول يعني خليجية أخرى. صحيح. اللي هي يبدو عمان. عمان والكويت. والكويت قامت. نعم. بالتأجيل، تتوقع التأجيل؟ المملكة العربية السعودية لا، لن تؤجل. طيب إذا بلغنا أو أحطنا بالتأثيرات المتوقعة على السوق من تطبيق القيمة المضافة، هل سيكون هناك مثلا زيادة في الأسعار؟ هل تتوقع طيب شيء؟ طيب جميل، احنا خلينا بس نعطي تعريف سريع. هي ضريبة على الاستهلاك، هي تكون على المبيعات. طبعا اللي بيدخل في الضريبة بشكل إلزامي، لأنه هناك تسجيل إلزامي وتسجيل اختياري. التسجيل الإلزامي اللي يكون إيراداته فوق 1,000,000 ريال، أقل من ذلك سيكون اختياري التسجيل في النظام الضريبي. بمعنى أنه اللي إيراداته أقل من 1,000,000 ريال لن يكون ملزم بتطبيق الضريبة. أيوة. لكن إحنا كمنظومة اقتصادية بنتأثر، فبالتالي ارتفاع الأسعار سيعوضها ارتفاع في أسعار مبيعات حتى لو كان ليس مطبق عليه الضريبة. عفوا، الإيرادات في الشهر ولا في اليوم؟ الإيرادات السنوية. السنوية. نعم. تمام. أي. القضية هنا أنه الدولة تريد حصر الاقتصاد، تريد حصر الشركات. هذا النظام الضريبي سيعرف حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، أي يعني جيد في الإحصاء. في الإحصاء. أي. لكن تأثيرات الاقتصادية بتأثر بالدرجة النهائية الكبيرة المستهلك، لأنه هو من سيدفع هذه الضريبة بالشكل النهائي. بمعنى يعني كأنك تقول أنه يعني أن القيمة أو ضريبة القيمة المضافة يعني سلبية ولا؟ لا، مش قضية سلبية. الشركات لن تتأثر لأنها ستضع سعر الضريبة على الجهة اللي بعدها، ثم في الأخير سيدفعها المستهلك. هل هذا يحدث في العالم الآخر يعني؟ ما عندي فكرة، لكن هنا عندنا شيء اسمه حساب المواطن يعوض الزيادة التي حدثت على فاتورة الشرائية. إيه؟ يعني لا، هو حساب المواطن وضع على اعتبارات الزيادة في فاتورة الكهرب، في المياه، في التلفون. يفترض. ها؟ ما له علاقة. مفروض ما له علاقة. يفترض، لكن الضريبة ستضرر بالدرجة الكبيرة المستهلك. أي. الشركات لن تتأثر لأنها ستضع زيادة الضريبة على الجهة الأخرى. كمورد، كموزع، ككك. وش تعليقك دكتور؟ أنا أعتقد أن الاقتصاد ككل سيتأثر. أي. لأن ربما هاي كل الأمر ترى على فكرة حتى في الاقتصاد يأخذ على التوقعات. أي. حسب الإحصاءات الرسمية فيه تباطؤ في الاقتصاد السعودي بفاصلة 0.7، يعني بمعنى تراجع، يعني بمعنى أن احنا نعيش مرحلة. أي. مرحلة تباطؤ اقتصادي. يعني في التباطؤ الاقتصادي عادة يشجع المستهلكين على الاستهلاك حتى ينتعش الاقتصاد. ويكون فيه محاولة إلى كبح، طبعا عادة لما يتباطأ الاقتصاد تنزل الأسعار.
يعني من السيناريوهات اللي ما هي جيدة عندما يكون عندك تباطؤ اقتصادي وتضخم في نفس الوقت. أحيانا هذا وش تسوي؟ أنت الآن محتاج أنك يعني تخلق نمو في الاقتصاد. تخلق نمو في الاقتصاد على أساس أنك توفر وظائف، على أساس أنك الاقتصاد ينتعش، أنك تخلق أعمال جديدة، وأيضا يكون إيرادات، حتى الإيرادات الإجمالي، الإيرادات الحكومية أعلى يعني. ولكن عندما تفرض الضرائب وتكبح الاستهلاك، أنت تجعل الاقتصاد هذا يبقى في مرحلة تباطؤ. صح. وهذا قد يكون له، ربما يعني يكون له انعكاسات أسوأ من الأهداف اللي مرجوة من فرض ضريبة القيمة المضافة. يعني أنا في تصوري أي ضريبة أنا أعتقد أن الأمر مرهون بطريقة التعامل معها، كيفية تحصيلها، كيفية انفاقها، مدى شعور المواطن بالاطمئنان تجاه الشيء اللي أخذ منه. لأن هذه أول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية المواطن يسهم بشكل مباشر في إيرادات الدولة. في إيرادات الدولة. لا، إحنا نتكلم عن التنمية، التنمية موضوع آخر. ولذلك المواطن بيكون متحفز وبيكون مترقب لوين تبي تروح الدراهم هذه يعني. فلذلك لابد أن يتبع هذا الشيء، هذا نوع من الشفافية في المصروفات، نوع من تحسين الخدمات، يعني خدمات سواء كان سكن ولا تعليم ولا ولا كذا. ولذلك يعني أنا أقول أعتقد أن الدولة عندها احتياطات مستقبلا يعني. إيه؟ أول مرة حتى. إيه؟ هي ما عندها كالتجربة الضريبية الطويلة. إيه؟ قد تراجع كثير من الأشياء. وأنا أتمنيت لو أنهم راجعون شيء واحد، أنه بدال ما نعول على حساب المواطن، أنه فئات معينة من اللي داخلة في حساب المواطن تعفى من الضريبة هذه. طيب خلينا نشوف أستاذ عقل. يبدو لي ما أنه المسألة ما زالت، أولا لأن التجربة جديدة، أول مرة تطبق في المملكة العربية السعودية، والأمر الآخر أنه وبالتالي فالناس ما هي على وعي كبير أو معلومة بما سيتم وانعكاسات ذلك وتأثيراته عليهم. هل تعتقد أن مصلحة الزكاة والدخل اللي هي معنية في هذا الجانب قصرت في التوعية بهذا الجانب والتعريف يعني ضريبة القيمة المضافة؟ أنا يعني عنوانها في البرنامج هي القيمة المضافة ترقب الانطلاقة. أنا ودي أن الترقب شيء ثاني. إيه أنت ودك أنه ما يتطبق ها؟ يعني الظروف بصراحة، أولا أنت أكيد كلكم في المجتمع وتعيشون يعني في الحوارات اللي تجري. نعم، هي حوارات غير اقتصادية يعني، غير نظرية يعني، غير واضحة. لكن المشكلة أنه أصحاب اللي بيدفعونها يعني أو بيشاركون في نجاحها أيضا ما مش واضحة الصورة عندهم. طيب خلينا نؤمل انها تتضح بعد كم شهر يعني. إيه الحين الفكرة يقول يعني يقولون القائلين بأن 5% هذه هي ما ستأخذه يعني أجهزة الدولة. إيه؟ ستكون ضريبة دخلت إلى صندوق الدولة. إيه؟ ما بعد هذا هو كل تسلسل يعني يزاد، لكن يزيد في قيمتها، بس هي في النهاية كثير من الناس الآن يقول بدل ما ندخل في هالحوسة كلها. إيه؟ زين، ونروح لهذا ويحط ضريبة والثاني، ليش ما تصير يعني هم الآن يقول لك بياخذونها مع الجمرك أيضا، ما هو بواضح هل فيه جمرك وضريبة، وإذا أخذت الضريبة من الأول بدأ يضيفها للآخرين. إيه؟ يعني هناك شغلات كثيرة. بس أيضا لا ننسى أنه الكلام اللي تحدث عنه الدكتور محمد التباطؤ الاقتصادي، أيضا نحن فيه زيادة الوقود. إيه؟ زيادة الطاقة يعني. إيه؟ يعني المواطن يوم الاثنين بيصير عنده زيادة في قيمة الأكل والطب والمدرسة وكل شيء. إيه؟ ويبي يصير عنده أيضا زيادة البنزين بعد نص ساعة يروح يعبي بسيارته. بيصير عنده زيادة الكهرب كمان 21 بتجي الفاتورة. فما أعرف أنا إلى أي مدى يعني أنه هذا بالإضافة إلى أنه التنشيط الاقتصادي اللي يقول أنه يعني حتى
يعني يقل التباطؤ الاقتصادي إيه؟ كيف ينشط الاقتصاد والناس ما عندهم فلوس يعني بيصرفون. أيضا يعني موضوع حساب المواطن، في كثيرين لا يعتقدون بأنه سيكون يعني حلا للمواطنين كلهم يعني. في نفس الوقت في اعتقادي أنا أنه ثلاث زيادات في يوم واحد ما أعتقد أنها صحية يعني يعني مزاج الناس. يعني عادة الأنظمة السياسية حينما تريد يعني إجراء يكون أما متسلسل، يعني لو فرضنا الآن يوضع شيء ثم بعد ستة شهور أيضا يوضع شيء ثم بعد سنة يوضع شيء ثالث، يعني ما أعتقد يعني تريد تقصد التدرج. التدرج حتى لا يصابون الناس في يوم واحد برقم يعني هائل. أيضا هذا بيكون صاحب الاقتصاد رجل الأعمال أو صاحب البقالة أو صاحب الصيدلية، هذول أيضا مواطنين يعني في النهاية بيدفعون ضرائب يعني. لكن أنا أعتقد أنه المملكة اليوم في أمس الحاجة إلى أن يكون الاقتصاد في وضع مريح حتى تعود حركة الاقتصاد. اليوم احنا نشوف السوق يعني ونشوف الهبوط الحاد في مسألة العقارات، مسألة المصانع. نعم هناك ناس لديهم نظريات يقولون بأنه أنتم تبون تنجزون شيء ما تبغون تدفعون أثمان. لا نبي ندفع أثمان بس مو بسذا يعني شوي شوي. خلينا نشوف على حالنا. طبعا أنا أتحفظ على كثير من الكلام يمكن لأني أنا منحاز إلى تطبيق مثل هذه الأشياء، لأني أنا أعتقد أن المواطن السعودي حسب ما يشتموني الناس شوية مدلل نزاع، عنده نزعة الاستهلاك كثيرة، وبالتالي خلي هذه الأشياء تطبق لعلها تحد من هذا الهدر الكثير في كثير من المستهلكات الغير ضرورية اللي مش أساسية. هذا أولا. ثانيا أنا أعتقد أن الأشياء اللي بعدين إذا ثبت أنها مضرة الدولة لن تقصر في تعديل بعض الأمور، بس أشوف رأي الأستاذ خالد سليمان. أنا عندي عدة ملاحظات وأرجو أنك تمنحني الوقت الكافي. تفضل. الملاحظة الأولى طال عمرك أنه إحنا نمر بحالة ركود، والركود مر أكثر من فترة يعني فترتين متتاليات، وهذا بالتالي أنت في منعطف اقتصادي خطير. أنا ماني اقتصادي لكني من واقع الحياة أدرك أن إحنا نعيش في أزمة اقتصادية. في مراحل الركود عندما تواجه الدول أو اقتصادات الدول الركود هي تسعى لأن تحفز على الإنفاق، يكون عندك قدرة شرائية أكبر حتى أنك تسهم في تحريك عجلة دوران الاقتصاد. اللي يحصل الآن أنك أنت قاعد تجفف منابع الإنفاق. عندما تطبق الضريبة المضافة الآن وستزيد تعرفة الكهرباء وربما تزيد البنزين بعدها بفترة قصيرة وستزيد تعرفة المياه، أنت بذلك ولا يقابل ذلك أي زيادة في الرواتب والعلاوات متوقفة، العلاوة السنوية، أنت بالتالي أنت الآن يعني تجفف منابع الإنفاق التي يستطيع منها المواطن أن يسهم في تحريك العجلة الاقتصادية. طيب أنا كنت أتمنى التأجيل. يعني تأجيل تطبيق العجل وهذا لابد لهم وجهة نظر في أنه المصلحة العامة تتطلب التأجيل. طيب أما وأنك أنت قررت أنك تطبقها، أنا متفاجئ من عدة أشياء. متفاجئ أنه كثير من السلع الأساسية التي قيل أنها لن تتأثر تمس مست تقريبا لم يستثنى شيء. التعليم اللي هي زي ايش تقصد؟ مثل بعض المواد الغذائية زي السكر زي هذا اعتقد انه حيطبق عليها فواتير الكهرب والماء تبي تزيد 5% فقط المستثنى. طيب عشان فواتير الكهرب وذا بس نخلي خالد يكمل. اسمح لك ما هي بترجع الى اسعارها السابقة؟ لا لا لا. طيب انت قاطعتني ولا خليتني. لا لا اي كمل السؤال الان. انا ما ادري وين وصلت معلش. من الأول اللي تبي أنت الآن في قطاعات مثل قطاع التعليم، قطاع الصحة، في دول كثيرة لا تطبق عليها ضريبة صحيح القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات. لماذا؟ لأنها قطاعات أساسية. صح.
تمس خدمات أساسية لا تستطيع الاستغناء عنها. أنا ممكن بكرة هذا كوب الشاهي أني أستغني عن شراء الشاهي وشرب الشاهي عشان أتفادى أني أدفع عليه ضريبة، أو أروح أدور شاهي سعر أرخص حتى أنه تكون الضريبة عليه أقل. لكن الصحة في التعليم الآن تجي زي قطاع التعليم الأهلي وقطاع الصحة الأهلية اللي طبقت عليها ضريبة. طيب أنا الآن قاعد أشيل عبء عنك يا مدارس الحكومة يا مستشفيات الحكومة أنه أنا قاعد أذهب إلى القطاع الخاص وأصرف عليه، قاعد أشيل عنكم عبء، وبالتالي بدل أن أكافأ الآن أحمل في ضريبة قيمة مضافة. يعني هذا شيء أنا ماني فاهمه ليش. نقطة أساسية أنه في جميع الدول التي تطبق فيها الضريبة يكون هناك جهة رقابية، تكون مثلا البرلمان، تكون مجلس الشورى. طيب أنا الآن هنا من يعني أنت لما تأخذ مني ضريبة ماذا سيضمن لي أنها ستصرف في وجهها الصحيح؟ أنا قاعدين نشوف الآن محاكمات الفساد، وقاعدين نشوف يعني القضايا اللي قاعد تثار. طيب أنا أبغى أطمئن أنه الفلوس هذه اللي راح تكون من قوتي وقوت أولادي أنها ستذهب إلى مجال إنفاقها الصحيح. وفي الدول الأخرى تنفق دائما هذه الضرائب في تحسين الخدمات. أبغى أضمن أنا أنه أنا ستتحسن الخدمات. أبغى جهة تحاسبكم إذا ما حسنتوا هذه الخدمات. يعني لما تأخذ مني أنا ضريبة التعليم أبغى التعليم يتحسن. لما تأخذ يعني كأنك تقول يجب أن يتم مثل هذا. يعني يمكن سيتم، إحنا ما بعد طبقته. من سيتم؟ يعني الحكومة مجتهدة الآن لأنه في قيادة حريصة. لكن أنت تتكلم عن عمل مؤسسي، يجب أن يكون هناك عمل مؤسسي لا يتأثر بالأفراد. إذا إحنا عندنا اليوم أفراد ناس مخلصين، ما من يضمن أنه يستمر هذا في المستقبل. لذلك أنا الحقيقة كنت أعول كثيرا على أنه يتم التريث في تطبيق هذه الضريبة. صحيح أنها 5% هي الأدنى على مستوى العالم. يعني صحيح. أنا جاي لسه من بريطانيا 20% ضريبة VAT، لكن هذا لا يبرر أنه إحنا مستوى الدخل المواطن الآن هذا. نجي لحساب المواطن بس بأخذ لفة شوي. يعني تتكلم عن حساب المواطن، طبعا حساب المواطن هو ما يعوضك عن الضريبة المضافة، هو يعوض جزء بسيط بسيط لفئة من الناس. صحيح. لكن الأغلبية ستتأثر، وحتى الجزء اللي أنت سيعوضك فيه حساب هذا المواطن راح يرتفع لأنه التأثيرات غير المباشرة على السلع والإنتاج. صح. صح. ستؤثر على المجتمع. الشيء الأساسي في حساب المواطن أنه حتى مسطرة الحساب خاطئة. صح. يعني أجي أنا أحتسب دخل الزوجة والبنات في حساب استحقاقك، بينما أنت رب الأسرة عندنا في مجتمعنا في الغالب هو الذي يدفع جميع الفواتير. يعني ما يأخذ الواحد من زوجته ولا زوجته ذا. وشكرا. بس إذا تسمح لي بس مداخلة عشان قضية الأرقام. قضية الأرقام إذا تسمح لي. الضريبة المضافة ستضيف لخزينة الدولة فقط 35 مليار ريال. يعني هذا لا يشكل شيء لميزانية الدولة. في المقابل أنت أثقلت المواطن. كيف حسبتها؟ هذه إحصائية أعدوها على عدد الناس اللي سيشتركون خلال العام القادم. وقاسوا عدد الإيرادات التي منها سيستخلص 5%. قاسوا هذا الرقم التقديري. إذا أقيس 35 مليار ريال مقارنة بميزانية الدولة 980 مليار اللي أعلنت قبل فترة، شكل بسيط لا يذكر. في المقابل أنت أثقلت كاهل المواطن. أنا تمنيت له أنها طبقت مثل الضريبة الانتقائية على بعض السلع زي ما ذكر الأستاذ. السلع الانتقائية الكل شجعها لأنها كانت على بعض السلع الضارة مثل مشروبات الطاقة والأشياء الأخرى. أما السلع الأساسية يفترض أنها تستثنى. اللي استثنى من هذه الضريبة هي أشياء بسيطة مثل الإيجار السكني، بعض الأدوية المرخصة من وزارة الصحة، الرحلات الدولية. يعني تخيل تسافر إلى لندن لا تدفع ضريبة، لكن تسافر إلى جدة تدفع ضريبة. يعني في استثناءات ما هي منطقية للأسف. فأنا أتمنى أنه يعاد دراسة هذه الضريبة بطريقة أفضل حتى لا ينظر الفرد البسيط اللي دخله بسيط جدا. وش بتقول يا دكتور؟ أنا كنت بقول نفس الكلام اللي قاله، هو أنه المفروض يكون فيه تدرج. يعني جرى تدرج في التطبيق ولا تدرج في التطبيق وتدرج في الشمولية. بمعنى أنك أنت ما تجي تقول والله كل شيء باع في هالسوق عليه ضريبة. يعني المفروض أنك أنت تختار شيء معين. الحين تجي مثلا ترفع الماء والكهرب على الناس ثم تقول عليهم ضريبة، هنا الدولة قاعد تاخذ ضريبة في نفسها من نفسها لأنها هي المساهم الأكبر في شركة الكهرباء. يعني وترى عندما جرى تقديم ضريبة المضافة في البداية قيل لنا أنها فقط على الكماليات. صح. ولن تطبق على الأساسيات. يعني التدرج وش ينفع فيه؟ التدرج يعطيك فرصة أنك تبدأ بشيء صغير ثم تتوسع. وتكون كل ما جربت أنت وراجعت تستطيع أنك تعرف وين الأماكن اللي فعلا أنت يجب أنك
تخفف الاستهلاك فيها مثل ما تفضلت. ولكن عندما تعمها كذا وبعدين انت تجد نفسك في نوع من الدوامة واللخبطة، ثم تبدا تراجع عنها، لما تراجع عن شيء الناس يقولون طيب ليش اذا تراجعت عن سين ما تراجع عن صاد؟ صاد عرفت. فلذلك هي الحكمة كانت انها تكون على نطاق ضيق. وشوفها الحين مثلا الامارات، مثل ما تفضل الامارات طيب. استثنت التعليم واستثنت الصحة صح. وهي هي اللي علمتنا ذا الظريف المضافة كما اعتقدنا يعني. هم اول ناس بدأوا بالضرائب في الخليج العربي، ولكنهم استثنوها لانهم يعرفون اهمية التعليم. ايوه يعني انت بدال ما تحفز الناس انهم يتعلمون، وبدال ما تعطيهم انهم يتعلمون تفرض عليهم، يعني انا اعتقد ان فيها شيء. طيب من تتوقع ايضا يراقب؟ هو مصلحة الزكاة والدخل هي المعنية بتحصيل المال، لكن من يتابع من يراقب ما فيه الا لما لم تذكر اي جهة حتى الان. هي نفسها التي تحصل، هي اللي تحصل وهي اللي تراقب نفسها. هي خطأ كبير، هي جهة صرف ومتابعة. طيب هل يتوقع ان يكون في تهرب ضريبي؟ شيء طبيعي. لو نستعرض الدول التي طبقت الضرائب ما زالت دول كبرى، يعني بيصير فيه اخطاء، بيصير فيه تهرب، بيصير فيه ناس يعني تتجاهل الموضوع، ومع ذلك في غرامات. هل بيعطون فرصه انه لانها اول مره وما لا لحظه ايوه عقل يعني في مساله التطبيق اي ما فيها الحين قوانين يعني تقدر تعتمد عليها فيها الحين الناس اي من اللي يقدر ما يدفع حتى لو انه يعني موقفه صحيح وعليه خطا ولا شيء إذا ما تدفع يوقف حسابك ويخلونك تدفع غصب. ما يعني الحين فيه يا أخي عند المراجعين إحنا الآن ما عندنا يعني كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة ما عندها مراجعين قانون يجيهم واحد ويصلح لهم ميزانية. أنا أعتقد أنه الشكل المؤسسي لضريبة المضافة هذا القيمة المضافة من حيث الوثائق، من حيث أدوات الدفع، مهم هذا في العالم كله. الدفع كيف يدفعون الناس؟ احنا لحد اليوم يعني ما كل محل تلقى عنده يعني آلة دفع تدفع لها عاديا، كله كاش. هذا الكاش كله يعني اللي في المملكة ما بإمكانك انت تدخله من ضمن الضريبة يعني الضريبة. في نفس الوقت انا اخشى من انه يصير يعني أرقام أو دفع الضريبة في البداية، يعني بس أقول لك مثال واحد عشان كيف الناس ممكن يلخبطون. فيه جهة مرسلة لمستفيد تعال ادفع قبل 1 يناير علشان ما تشملك الضريبة، زين ادفع يعني مستحق عليه في طيب قبل الموعد. راح الرجال هذا عارف هذا راح الرجال قالوا له لا جانا تعليمات انه تدفع عليها لانه هي السنه الجايه. صحيح. قالوا كيف اكتب عندكم الضريبه تبدا حسب يعني حسب اللي يذكر في الوثائق. اي فاتوره تصدر في 1 يناير 2018 هذه ضمنه. اليوم انا بدفع، هذا الكلام قبل 3 ايام، اليوم انا بدفع فاتوره ما تاخذ عليه. طبعا خاف. قال طيب انت ادفع الحين بدون، لكن إذا جاء مطالبة من الجهات الرسمية تدفع. كان بس شوف يعني ممكن يندفع كثير مبالغ. هذه موجودة في موقع مصلحة الزكاة والدخل، أنه فعلا يطبق في 1/1/2018 لكن بأثر رجعي، لأنه في ما يسمى القوائم المالية تعرض في نهاية السنة، هي بداية السنة الجديدة، فأنت تأخذ 12 الشهر الماضية لابد أن يكون قوائمك وفواتيرك وهذه موجودة. طبعا الدفع كيف يكون؟ يعني انا مثلا استحق علي مثلا في نهايه يناير الدفع يكون في نهايه الشهر القادم، يعني يعطوني مهله شهر اني ادفع بموجب الفواتير والاقرار الضريبي، ما يسمى الاقرار الضريبي. طبعا الكتروني ما في شيء انه كاش وذا، انت ترفع لمصلحه الزكاه الالكترونيه ويتم الخصم عن طريق حساب سداد. طيب الضريبه من زمان في العالم المتقدم موجوده حتى قبل الدفع، يعني ايام من ايام كانت كاش، كيف تحسب؟ معقول هذه يعني غايبه عن بالي؟ جميل جميل. الان افترض انا شركه سين، تمام، يستعرضون كل الفواتير المشتريات لانه المشتريات عليها ضريبه 5% وكل فواتير المبيعات، تمام، ثم يخصم الفرق لانه صاحب الشركه لن يدفع مرتين ضريبه 5% على المشتريات و5% على المبيعات، سيدفع الفرق. كل فاتوره لابد ان تكون موثقه
إلكترونيا أو أنها ترفع في النظام، تمام؟ سيكون هناك في ثغرة أنه بعض الفواتير لا ترفع، سيكون هناك بعض التعاملات تكون بالكاش. هذا اللي راح يصير، لن يستطيعون التحكم فيها 100%. سيكون لا هي 100% هي العالم الغربي كيف يعني لا لا بس كيف يتحكم فيها؟ أنا أقول لك بالله لو سمحت في العالم الغربي المواطن يدفع الضريبة وهو مقتنع عارف أنه في نهاية الأمر سيحصل على خدمات أفضل. طيب. أنا كان ودي أن يخرج من المسؤولين من يضمن عودة هذه المبالغ سواء الرسوم ولا غيرها وانعكاسها على حياة المواطن، الناس ستدفع بكل أريحية أكيد أنه يعني طيب هذا موضوع الاعتبار. ولكن أنت شوف في الغرب آليات صرف الضرائب واضحة والجهات اللي تعنيها وتتابعها وتجمعها وهذا واضحة يعني ما فيه مجال أنك والله وبعدين أنت قد تحصل أو الضرائب ترى ما هو بس علشان كشف الاقتصاد، الضرائب أيضا على خلق نوع من المساواة بمعنى أن 5% اللي يدفعها الرجال اللي يستهلك كثير ترجع ويساعد فيها الشخص الأقل دخلا استهلاكه. الضرائب هي آلية إعادة توزيع الدخل بعدالة. ولكن أنا بس عندي له سؤال جدا مهم، تفضل. لما أنت تتكلم تقول والله الشركات اللي إيرادها أكثر من مليون، أنت طيب أنا رجال عندي شركة مثلا ب5 ملايين، جميل. لما تأخذ 5% على الإيرادات حقتي ولا تأخذها على الأرباح، يمكن أنا ما أربح 5%، جميل، يمكن أخسر. لذلك يعني أنا السؤال إنها المفروض أنها تكون على الدخل اللي يجي من الإيرادات وليس على الإيرادات ذاتها، يعني. جميل، هذه لذلك اسمها ضريبة غير مباشرة. ضريبة غير مباشرة تأخذ على الإيرادات والمشتريات. الضريبة المباشرة زي ما ذكرت الدكتور أنها هي اللي تأخذ من الأرباح، هي اللي تأخذ من راتب المواطن بشكل مباشر، تمام؟ وهذا اللي أنا صراحة أؤيدها الحين أنا رجل عندي 5 ملايين خدت مني 5%، كم 5% في 250,000 250,000 أنا ربحي كله 250,000. طيب ما يأخذ منك هو كيف؟ ما يأخذ منك هو، يأخذ على إيراداتك. أنت الآن شريت ب5 ملايين دفعت عليها 5%. لا أنا إيرادات شركتي اللي مسجلها. لا بس إنه هذا للنظام إنه أقل من مليون ما يبغونها الآن، يعني مش حريصين إنها تدخل. خلنا نقول 10 ملايين. إيه ما ي... ما هو ب... ما أنا أربح 2%. طيب أنت لما تأخذ عليها 5%. لا 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 اسمح لا يمكن لا غلطان أنت. كيش لا؟ الحين أنت كواحد من السلسلة البياعين. بياع وشاري ما حيأخذ منك، يعني أنت حتدفع اللي جبت من 5%. لما تيجي تبيعها أنت حتدفع 5%، تأخذ 5%. طيب على هذا أنا بيع الوحيد اللي يدفع 5% هو آخر واحد اليوزر بالضبط، بس المستهلك، الباقين كلهم ما عليهم شيء. أنا بس 5% هذه في النهاية بتروح صندوق الزكاة بالضبط. والدخل بس اللي يدفعها في النهايه، لكنها عمليه حساب 5 ملايين حق 5 ملايين. انا ما عندي انا مالي لا في التجاره ولا في العير ولا في النفير، ولكن احد طرح التساؤل امامي قال انا ايراداتي كذا مليون ولو اخذوا 5% على الايرادات تبخسر في النهايه. لا ما يبقى لا يبقى لا، بالتالي يبدو انها غير واضحه حتى الان لكثير من الناس، وانا متاكد اذا بدا تطبيقها ستتضح يعني على الأقل. بس يلا قل لي لأني بروح الموضوع. 5% يدفع المستهلك النهائي، بمعنى لو أنا الموزع أو أنا تاجر جملة، 5% سيحملها على التاجر اللي بعدي، والتاجر بعدي سيحمل 5%. في النهاية سيدخل للدولة 5%. لو كان الكلام الدكتور زي ما ذكر معناته الدولة بيجيها 20% على حسب عدد. لا هذا مو صحيح. لا لا هذا مو صحيح. 5%. 5%. أنا أقول في آليات المحاسبة ايه الجانب دافع الخمسة في دافع اللي بيدفع يبيع ويشري، الامن القانوني له ضعيف. كيف اذا قالوا لك طيب عليك وانت ما عليك، يعني في اشكال في بينك وبينك مشكله. إيه؟ يقول لك في الزكاه تدفع ولا نوقف حسابك الضريبي، ولا وقفوك عجز تاخذ مستخلصات، عجز يعني فيه جبر في من المكتب العمل. هذا مكتب العمل يبي منك شيء تقول له يا أخي هذا ما يصلح، هذا ما جبته، هذا ما صار، يقول لك ها أنت ما تبغى تدفع عليك، ما تبغى تدفع نوقف حسابك مكتب العمل. فأنا أبغى شيء قانوني واضح، وبالتالي
الآن معرضين الناس إلى أن يدفعون تخلص أيه. يعني يدفع بس بيخلص يبي يفتك كذا على حال احنا ننتظر أن يكون يعني لضريبة القيمة المضافة توضيح من مصلحة الزكاة والدخل، وأنا متأكد أنها أيضا ستمر بتجربة وسيتم تعديل عليها في نفس اللحظة لتتقارب مع الضريبة التي تطبق في العالم المتقدم. فاصل ثم نعود إليكم.